بن شيخ خطف قلوب كل متتبعي الكرة الجزائرية، فحب عليلو لم يقتصر على أنصار المولودية فقط، بل تعدى إلى أنصار النوادي الأخرى التي لم تكن تفوت مباراة كان ملك المراوغات طرفا فيها. وهو الذي وصل بفنياته ومهاراته لخطف قلب رئيس الجمهورية الراحل هواري بومدين، الذي رفض أن يهاجر إبداع بن شيخ إلى بلد غير الجزائر. عليلو كان وراء تحقيق عميد الأندية الجزائرية لأربع بطولات وثلاث كؤوس للجمهورية، كما ساهم بشكل كبير في إهداء الجزائر والمولودية أول لقب قاري سنة 1976 رفقة أسماء شكلت الجيل الذهبي لمولودية الجزائر، إضافة إلى الكأس المغاربية سنة 1974. تألق علي بن شيخ قاده إلى شرف ارتداء قميص المنتخب الجزائري لأكثر من 75 مناسبة سجل فيها 24 هدف، كان أغلاهم سنة 1978 في مرمى النيجيريين، مهديا بذلك الخضر الميدالية الذهبية ومنصبا نفسه كثالث أحسن لاعب إفريقي. لتبقى النقطة السوداء في مسيرة الساحر هي مونديال 1982 بعد أن اقتصر حضوره في مقاعد البدلاء، ما شكل خسارة كبيرة للمنتخب بشهادة العارفين بكرة القدم الجزائرية الذين أكدوا أن المنتخب كان ليكون أقوى بكثير مع ابن الشعب علي بن شيخ. فيكفي أنصار المولودية فخرا بحمل علي بن شيخ القميص الأحمر والأخضر، ويكفي علي بن شيخ فخرا كونه معشوق الجماهير الجزائرية وليس شناوة فقط، وهو الذي كان دائما في الموعد لرفع علم شناوة عاليا حتى بات أنصار العميد ينادون بآه على أيامك يا عليلو.